ضيوف الليلة العريس والعروس. هاجم الناس اللي ما حضرتش فرحك وكأن هم عملوا جريمة. ما كل واحد حر. انت جايباني هنا ليه؟ عشان اسألك وتجاوب. يعني انت مين عشان تقول الكلام ده؟ عشان انا حسن شاكوش. قالوا ان فرحك اتكلف 2 مليون جنيه. 4 مليون و200 الف. مين من المذيعين زعلت انه ما جاش؟ بسمع. بيقولوا ان انت اتغريت وتغيرت. كان في نقطة في الفرح؟ انت جايباني هنا، انت جايبه حد قاعد قدامك. طب انت مش عارفه هو مين؟ نزلوا له صاحبه بيقول عليه ايه. كان مغرور مش جدع. ما ضحكتش. اضحك ليه؟ شوف اللي بعده. ده هو مستفز. ايه ده؟ ايه اللي دخل الحلال والحرام في موقف لمطرب مع صاحبي؟ ما توقعنيش في غلط بعد اذنك. اصبر علينا يا شيخ العرافين. اهدى. بقول لك ايه، عارفه السلسله اللي في رقبته؟ عارفه يا ريم مين جابها له؟ قسما بالله لو اعرف الشخص ده مين، اعرف بيته فين واخطفه. الا العربية والعروسة. اتجوز يا ريم. ايوه متجوز. متجوزين احنا؟ لا مش انت. العرافة الليلة 6:15 مساء على المحور تي في.